خلاص انا جاهزه ضبط الشنطه ودعت اهلي. دقيقه 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 ده شنو ده؟ انت ماشي السودان كده؟ خلينا نلبسك الثوب السوداني. شنو هيك السوداني؟ سمعت اصدقائي بيحكوا رح لما هيك يلا بسرعه نخلص اشي رح 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 وايش كمان؟ اي 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 يا زول انا مستعده امشي السودان. بس لحظه في كم اشي كمان بدكم تعلمونيها صح؟ كيف بتصير مع بعض بالسودان؟ وين يا فريد حمورك؟ ان شاء الله خير حمورك. احكوا لي شوي عن الكرم اللي موجود بالسودان. تفضل شاي. انا شارب الحمد لله. لا كيف يعني شارب؟ مكتفي. تفضل شاي. لا لا الحمد لله انا بقول تفضل انت اشرب انت. ممكن تشرب انت انا عارف. انا عارف انا عارف يا حلفت يا اخي يا اخي تفضل اشرب انت. وكيف بيودعوا بعض؟ طيب ورديك على هذا ان شاء الله. تسلم الله يسلمك. سلم على اهل بالله. الله يسلمك. يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. سلم على اهل بالله ما شاء الله يوصل ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. سلم على اهل الجماعه كلهم ان شاء الله. ان شاء الله يديك على الله يسلمك. يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يلا يا هيفا بما انك بقيتي جاهزه للسودان لبستي الثوب السوداني وتعلمتي كم كلمه سودانيه احنا عازمينك الليله فطور في بيتنا. Hi guys, I made it. Say hello. Hi. Oh my god. Haifa is officially Sudanified today. I know. أنا سودانية خلاص. زولة سودانية. زولة سودانية. I'm so happy. I feel like it's one of my dreams to be here. سبحان الله. وكتير كتير كتير سعيدة إنه I finally made it to Sudan. إحنا كمان مبسوطين إن أنت جيتينا والله مبسوطين. هلا عنا إفطار ببيتهم عزموني على الإفطار. نعزمنا عصيدة وقراصة الليلة. حتاكلي؟ يا حاكل كل شيء. ما شاء الله كين. كويسة؟ الله كويسة. رمضان كريم. مرحبا بك. ده الفول، سلطة الروب، كراسة، عدم الدجاج، سجوك، سمبوسة، طعمية، عصيدة وملاح. هاي مع بينت باتر صح؟ ها؟ قولها ثاني؟ بينت باتر؟ قولها بالسوداني. دكوة. دكوة. دكوة، دكوة، سلطة الدكوة. هاي كثير متحمسة أجرب عصيدة وملاح روب، وكل حدا عم يحكي لي عن الكراسة بالدمعة. يلا نجرب الكراسة يا جماعة، ليتس دو ذس. عم جربها صح أنا ولا لا؟ صح صح. زولة سودانية أصلية. طعمها I love it. Very good. I want you to meet the beautiful Amna. Hi. Hi. شوفوا محلاها ما شاء الله. هي عزمتني هون. مش أحلى مني. آه حبيبتي. كلنا حلوين. Big guys loving each other. أول شي شكراً على العزومة والبيت الحلو تبعكم اللي لاممنا كلنا. حبيبتي. بعد الإفطار إجوا الجيران. Everybody stalking. وإجا أخو آمنة من الصلاة. وإجت وحدة هلأ رح تعمل لنا سربايز. إشي كتير كتير متحمسة أسوي بالسودان. أني قاسز أني قاسز. اوكي جايز سويت ريسيرش هيك بسيط في الليفينج روم اللي انا قاعده فيها. سو امتى البنات بتحننوا؟ بتحننوا لما يكون في مناسبه او عرس او عيد. اند ابيرنتلي التوب اللي انا لابساه وهالكيوت سيركلز ايش اسمهم هدول السيركل؟ التجميع. والتجميع اللي عم بعمله هون البنات المتزوجات بيعملوه. ميريت تو لايف. Okay guys, I'm officially متحننة دلوقتي في الحنة السودانية. وهلا حنروح السوق، السوق السوداني. مش سوق السوداني، سوق سوق قشحة. Oh my god, that was so bad. What is that? سعد قشرة، سعد قشرة. سعد قشرة. سعد قشرة. Guys ما بحفظ أنا. Okay, هلا حنروح مع بعض وين؟ على سوق سعد قشرة. You heard it. I'm sitting here in the
corner because I'm shy and مستحية. لأنه إجيت أنا بس مع آمنة my friend نشوف قماش. بعدين اللي بشتغل هون قال لي نقي أي إشي أي قماش وخذي إليك هدية. بعدين كلهم قالوا لازم تنقي لأنه عنا زي tradition إنه إذا ما أخذتي الإشي بزعل. وأنا كتير مستحية فأجيت على الكورنر. ماما عشان أسوي مستحية وياك الناس كتير كيوت بيكونوا كريم. بعد ما تمشينا أنا وأمون في السوق. طلعنا أنا وآمنة بالسيارة ورحنا على البيت. المرة كانوا محضرين لي مفاجأة، سحور سوداني موجود في كل بيت. حدا عم بتسحر؟ This is the Sudani cornflakes. شكراً. What is this, آمنة؟ It's called رقاق. رقاق. Which is like put it with the حليب and then you make cornflakes. Sudanese cornflakes. يا الله كنتوا مستمتعين وأنتوا عم تأكلوا. ما بعد. That's good وصفة يعني هاي وصفة منيحة لأي حدا بدي يتسحر سحور سوداني الشباب السودانيين اللذيذين اللي جابوا لي كتير سحور باي باي guys don't forget to like share and subscribe peace واحدة من الأشياء اللي سمعت فيها كتير قبل ما أجع السودان هو الإفطار اللي بيكون بالشارع guys this is one of the most exciting things I've ever done in my whole entire life وكل رمضانات اللي شفتها بالحياة